في القناة ديالي، معكم إيمان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو آخر. هاد النهار بنات غادي نهضر لكم على المنتجات اللي جربت، واش زوينين ولا ما زوينينش، واش تخسروا فيهم فلوسكم ولا لا. طبيعة الحال دائما قبل ما نبدا معكم بحال هاد الفيديوهات كنقول لكم بان انايا البشرة ديالي عندي مختلطة، يعني عندي تيزون دهني وهنايا جاف. ولا كيقول لها عادية غادي شويه الدهنيه، لان عندي هاد الديزون هذا اللي كيكون فيه الدهون، ولكن مع ماشي السيروم، مع التونر اللي كنت قلت لكم ديال اورديناري ديال غليكوليك اسيد، زوين البنات لانه تحكم ليا ولا كيدير ليا كونترول على المناطق اللي فيها الزيوت، فما بقاش عندي افراز كتير بحال الاول. كما كان في الاول كنتي كيبان ليكني في هنايا فاش كندير مكياج كان كيبين مزيت بزاف، دابا لا كيبان شويه مزيت ولكن يعني بطريقه مقبوله، يعني ماشي كثيره بزاف. علاش كنشارك معكم هذا؟ باش السيدات اللي عندهم البشره حساسه او السيدات اللي عندهم بشره دهنيه يعرفوا بان هاد المنتجات اللي غنوري لهم ماشي ديال البشره ديالهم. كاينين بعض المنتجات اللي يقدروا يستعملوهم البشره الحساسه او للبشره الجافه، اما هي الحساسه والجافه بحال اما البشره الدهنيه هاد المنتجات يمكن غادي كنقول لكم غيجعر لكم الدهون اللي اصلا كاينين عندكم في البشره. فالبشره الدهنيه البنات عندها المنتجات ديالها الخاصه بها. ما عليناش، هاد النهار كما شفتوا داك الخطره انا جبت السليله ديالي، كنت شاركت معكم الغسول ديال الوجه، شاركت معكم التونر اللي كنستعمل، هادشي اللي شاركت معكم ديك الخطره ياك عقلتش، ممكن هادشي اللي شاركت معكم. ما عليناش، النهار هذا اشنو غادي نشارك معكم؟ غنشارك معكم بعض المقشرات لان ما كنستعملش بزاف ديال المقشرات ديال البشره، وغادي نشارك معكم بعض المنتجات والسيرومات. كنتمنى ما يكونش الفيديو طويل لان عندي بزاف ديال الحوايج. ما عليناش، نبدا معكم بالمقشر. المهم جربت هذا ديال دوغلاس ديال سكراب، هو ديال الوجه، قال لك كلالا فيه حبيبات صغيورين ديال الوجه. المهم هذا انا جربته لوجهي ما حسيت بوالو، يعني ما حسيتش به بانه كينقي البشره، ما حسيت بوالو صراحه. هذا ديال دوغلاس ما عرفش، كاين الناس اللي مجربين يعني المنتجات ديالهم واش عجبهم ولا لا، ما عرفش. انا يا نعاود نشريه نهائيا، ما باقيش غادي نشري حتى شي حاجه من عند لا مارك ديال دوغلاس. المقشر الاخر هو اللي خديت هذا كاع، ما نعاودش لكم، هذا راه باقي عابر، هذا الحتومه ما عجبنيش ديال لوريال للاسف. هذا شوغر سكراب، كاين عندهم جوج، كاين واحد يمكن بالكوفي زوين، هذاك جربته زوين، كاين عندهم هذا اللي مكتوب كاتبين فيه غير هذا شوغر سكراب ماشي ديال الكوفي، ما والو. اش نقول لكم؟ فاشل، هذا منتج فاشل، انا بعدا ما عجبنيش، ما غنعاودش نشريه. تقوى البيت فيه كيما شفتوا راه باقي عامر، يعني كون كان يعني واخا نقول لكم يعني غير 51% زوين كنت غادي نكملو، خايب. هذا ديال لوريال ما تشريوش البنات. كاين كيما قلت لكم واحد اخر ديال كوفي زوين، هذا اللي مكتوب فيه غير هكا شوغر سكراب، هذا القهوي ما تاخذوهش. ندوز معكم المقشر الكيماوي او الكيميائي، مش الكيماوي، الكيماوي لا الكيميائي الكيميائي. هذا المقشر هذا البنات ديال اورديناري، الناس اللي عندهم البشره حساسه ما تجربوش، اولا جربوه هو الاول هنا شويه عاد ديك الساعات كملوه. هذا فيه احماض اللي كتقشر البشره، فيه ا 30% وبي ها ا 2%. غادي تسولوني شنو هما هادو، غادي نقول لكم احماض اشنو كيعنيو، خصنا ليهم نهار بوحدهم باش نهضروا عليهم. مهم هاد البيلينغ هذا ديال اورديناري راه كيجي هكا الدم احمر. المهم انا غايبان لكم خليت فيه واحد شويه لان هذا دوز عندي مده طويله، فضروري ومؤكد هنايا راه كنقولها لكم، ما عرفتش بلاتي نشوف فين كاينه بالضبط. ها هي هنايا غايبان لكم واحد اللعيبه محلوله، هنايا كيكتبوا لكم هذه فيها 12 شهر، يعني الوقت فاش حليتي المنتج 12 شهر خصك تربيه.
اما واخا يكون يعني المنتج يكون مسدود مع عمرك ما حليتيه، واخا يبقى عندك عامين 3 سنين 4 سنين ما خفتي منه والو، ولكن اون فوا كتحليه يعني كتحليه كتبداي تستعمليه يعني كيدخل ليه الهواء عنده 12 شهر خصك ترميه. فانا هذا دوز ليا 12 شهر فضروري خصني نرميه. كما كيبان لكم اللون ديالو احمر، هضرت لكم عليه ماشي مره ماشي جوج، زوين البنات التقشير ديال البشره، كيساعد على التقشير ديال البشره يعني كيحاول يحيد لك ديك الطبقه اللي رقيقه فوق البشره، ما نقولش لك داك يعني كيحيد الجلده لا. اول خطره اول استعمال غادي تجربيه 5 دقائق، ومع المده غادي ديريه 10 دقائق. هما كيقول لك 3 الخطرات في الاسبوع اللي تقدري تستعمليه، انت بداي 2 خطرات في الاسبوع ومن بعد كملي 3 كما قلت لكم، لانه قوي على البشره. في الاول كديريه كيحرق البشره، كيساعد ماشي باش يسد المسام، يعني المسام ديالك الا واسعه راه غيبقى واسعه يعني كيما مخلوقي المسام ديالك، ولكن كي بحال انايا كان عندي مشكل ديال المسام كانوا تحلوا ماشي يعني كانوا عندي ديما لا، واحد الوقيته اللي حسيت بهم تحلوا بزاف، فكنت كنحاول نجرب شي حاجه. الجليكوليك اسيد ساعد وهذا حتى هو ساعدهم، وبالنسبه لهنايا الاغلبيه ديال المنطقه ديال التيزون حتى هو كينشف شويه من دوك الدهون. زوين البنات الا بغيتوا مقشر للبشره بثمن زوين، لان بزاف ديال المنتجات خرجوهم كسائل، هذا بوحدو اللي كتستعمليه كماسك. الا بغيتي اي يعني تقشير اللي يكون زوين خذوا هذا ديال اورديناري زوين البنات، مكتوبه فيه اها 30% بي ها ا 2% هو 2% هو اصلا مكتوبه فيه بيلينغ سوليوشن، عقلوا عليه الناس اللي كيعجبهم هكا يديروا بيلينغ وجههم. هادو 3 ديال المقشرات اللي كنستعمل. عندي باقي واحد المقشر واحد اخر، عندي 2 مقشرين وحدين اخرين كنستعملهم، فاش نساليهم نهضر لكم عليهم. ندوز لكم لي ماسك. لي ماسك صراحه ما عنديش فيهم بزاف، فكنحاول الاغلبيه كنساو كرميهم. هاد لي ماسك هادو الى عقلتو اللي كنت قلت لكم خديت من كناخذ من اكسيون، هاد المجموعه هادي ديال اللي كتجي من كوريا، هادو بالضبط راه فيه 3 ديال الالوان ولا 4، هادو البنات خذوهم بعينيكم مغمضين زوينين، كيعطيو ترطيب كيعطيو نضاره للبشره، هادو جربوهم. هاد المنتج هذا يمكن خديته من برايمارك لا نو ولا خديته من برايمارك لاي ما عقلت منين خديته لا ما خديتوش من برايمارك، هذا خديته من اكسيون حتى هو منتج من كوريا ولا برايمارك والله ما عقلت. المهم يا كوريا يا برايمارك يا اكسيون، ندير هكا ديال اللؤلؤ زوين البنات، هذا المنتج عجبني بزاف وكاع ما عقلت فين خديته، يمكن برايمارك خصني نعاود نرجع نشوف الا لقيته في برايمارك ناخذو. ديال اللؤلؤ البنات فن البشره، كيعطيها واحد ما عرفتش فاش كتحيديها كتحسي بالبشره ديالك واحد الرطوبيه زوينه. خديت هذا ديال الباندا البنات، وهذا لا، هادو الا لقيتهم البنات ما تاخذوهمش عياني ما عجبونيش. هذا كاع بزاف كيخلي واحد الوجه معلك، ما كنقول لكم بحال غسول، ما هذا ما زوينش. المهم هاد جوج هادو انا ما عجبونيش ما نعاودش نشريهم، ولكن بالضبط وديما اللي كناخذ هو هذا البنات كناخذو ديما. غندوز لكم لواحد جوج ماسكات، راكم باول ماسك هو هذا بالضبط، هذا العشق الممنوع، هذا البنات غزال، هاد لا مارك هادي ديال ام اسام، هذا بالضبط صوروها البنات، هذا بالضبط. شوفوا انا تفرجت في واحد البنت هي خليجيه وكتخدم مع هاد لا مارك، هي ساكنه في الخليج وكتجي حتى لالمان كتخدم مع هاد لا مارك، عندهم بزاف ديال الحوايج زوينين، عندهم واحد ماشي الشامبوان، واحد السيروم ديال الشعر عرفتي تبارك الله شعرها قوي ما عليناش. فانا شفت عندها هذا قلت غادي نجرب هذا الا عجبني من بعد ندوز ناخذ يعني نحاول ناخذ دوك اللعيبات الاخرين اولا دوك المجموعات الاخرين. هاد ام اسام عندهم مجموعه ديال الماكياج، عندهم مجموعه ديال العنايه بالبشره، البشره الجافه، البشره الدهنيه، البشره الحساسه، عندهم بزاف ديال المجموعات يعني ديال سميتها مقاومه او ضد الشيخوخه، عندهم بزاف ديال الحوايج. هاد الماسك هاد الماسك ديري في وجهك ومسحي وجهك، فاش تسالي 21 دقيقة مسحي وجهك كتحسي وجهك بانه بياض فعلا،
كتحسي بان وجهك بياض. هذا البنات فن، الا لقيتوه خذوه. انا يعني كما قلت لكم حنا في هولندا تيكا ماكس كاين فيها، في الالمان كاين، في غوسمان كاين، في دي ام كاين شي دي ام فيهم شي وحدين لا، ولكن غوسمان انا شفت عندهم هاد المنتجات. تيكا ماكس هنا في هولندا كاينين، اولا قلبوا عليهم اونلاين، راه الشركه تاعي كتصيفط اونلاين لجميع الدول العالم. كما قلت لكم هاد ام اسم عندهم بزاف ديال الحوايج زوينين، المنتجات ديالهم زوينين. كاين اللي غيجي معاك كاين اللي ما غيجيش معاك، ولكن حاولي تشوفي يعني الناس اللي كيشكروا بزاف. كما قلت لكم هذيك المجموعه ديال الشعر ديال الكافيين يمكن غزاله هي كتشكر فيها بزاف، وبزاف الناس استعملوها وكلهم كيشكروها. هذا الماسك هذا هي كانت هضرات عليه وانا قلت غادي نجربه. غزاله البنات هذا الماسك الا لقيتوه خذوه بعينيكم مغمضين. الا عقلتو كنت استعملت لا كريم ديالها ديال هذه المجموعه هذه، كنت كنستعمل لا كريم ديال تحت العين ولا كريم ديال الوجه. لا كريم ديال تحت العين كنت كنحس بها دهنيه بزاف، هي ولا لا كريم ديال الوجه ما الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فاش كندير الفونديشن ولا الماكياج كتخرج ليا بحال الوسخ، دوك الحبيبات بحال الوسخ. من غير هكا يعني كترطيب تستعمليها في الليل كترطيب زوينه. نفس المجموعه خديت منها الماسك، عقلوا على هذا الماسك البنات ام اسام، هاد المجموعه المانيه. الماسك الثاني زوين، ما نقولش لكم خايب، زوين كيعطي النضاره للبشره وكتحسي بوجهك بحال ابيض او لا تنقى. عرفتي ديك فاش كتصبني شي حاجه بيضه كتلقاي تغسلي 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 تصبنيها وفاش كتبديها كتلقايها من صفراء ولات بيضه تقريبا بحال هكا. هذا البنات ديال الروز، هاد الماسك سكين فود ديال الروز. يمكن حتى هو شركه هذاك الشيء اللي يكون ديال كوريا. هاد الشركه كاين عندهم جوج، انا واحد كنت شاركته معكم، كاين ديال الكافيين هذاك جربته زوين، هذاك سكراب ديال الوجه، كاين هذا ديال الروز حنين على البشره. انا كنت كنديرو البشره كماسك وكنخليه حتى كيقرب ينشف تقريبا 20 دقيقه وكنفزك في يديا وكنبدا نحك به. هذا فن البنات ديال الروز، الا لقيتوه خذوه زوين. راه كان معروف شحال هذه، غير يمكن نساوه الناس مع المنتجات الجديده، ولكن الا لقيتوه خذوه. الا تقدروا تلقاوه اونلاين في اي محل اولا تقدروا تلقاوه بعد الخطرات كيجيبوهم حتى في تيكا ماكس. وندوز معكم دابا للسيرومات. ما عرفتش السيرومات باش غادي نبدا لكم، نبدا لكم بالسيرومات السيرومات السيرومات. المهم اللي زات يديا غنهضر لكم عليه. هذا هي ليغونيك اسيد ديال اورديناري، ما يبان لكم مش مكرمسخ لانني ساليتها ما بقى فيه والو. هاد شوفوا البنات بالنسبه لهاد هي ليغونيك اسيد فهو عنده ترطيب مؤقت، يعني كيحبس الماء في البشره وكيخلي الترطيب مؤقت، يعني الا حبستيه ما غاديش تبان لك النتيجه. هذا خصك ديريه ديما الا بغيتي تبان لك النتيجه. يعني باش يقول لك شي واحد لا راه كيعطي الترطيب العميق وداكشي غير كذوب. هي ليغونيك اسيد بغيتي مثلا الا بغيتي ديري الماكياج وتستعمليه زوين تحت الماكياج كيعطي يعني كيعطي ترطيب البشره. هي ليغونيك اسيد ديال اورديناري طوب، ما بيه حتى شي حاجه، زوين استعملته يمكن هذه راه القرعه الثانيه ديالي. طوب البنات خذوه كما قلت لكم ديال اورديناري، ثمن مناسب وجوده مناسبه او جوده جيده. ندوز معكم لهاد السيروم ديال نوتروجينا، هذا جلو بوست 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 يا هذا البنات غزال. هاد السيروم هذا راه القرعه الثانيه ديالي، كنت خديت منه جوج. اش غنقول لكم الا استعملتيه ما عرفتش كيعطيك واحد 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 اللمعه في الوجه زوينه. ما عرفتش باقي فيه ما بقى فيه والو حشتو. زوين البنات هاد السيروم هذا الا بغيتو تستعملوه، كيعطي كما قلت لكم غلو واحد الاشراقه للوجه، يعني داكشي اللي كاتبين فيه داكشي. السيروم الصراحه ديال نيتروجينا زوينين، عندي هذا هيدرو بوست تا هو ديال نيتروجينا زوين، هذا ديال الماء، هذا في الوقيته ديال الصيف هو ولا كريم ديالو زوينين لان كيجيو عامرين بالماء، وحنا في الصيف بزاف كنشفوا مع الشمس والسخونيه وهكا وكنخرجوا بزاف السوائل من الجسم ديالنا، فهاد المنتجات اللي كيكونوا مصايبين بالماء كيجيو زوينين في الوقيته ديال الصيف. هذا السيروم هذا ديال نيتروجينا حتى هو البنات زوين، الا لقيتوه خذوه اولا الا بغيتوه اولا كنتو محتاجينه خذوه، راه غيبان لكم ساليتو ما بقى فيه والو. يمكن راه القرعه الثانيه ديالي هذه ولا الثالثه اللي خديت في هذا السيروم. هذا المنتج الاخر اللي خديت وهو هذا اسكورباي
اسكوب بايل يا والله المهم هاد الهضره كولا واحد نوع من هذا واحد نوع من فيتامين سي. شوف راه القرعه باقي عامره، قرعه باقي عامره، هي باقي عامره ما بلاتي باقي عامره. ما عجبنيش. علاش ما عجبنيش؟ مزيت كديريه في وجهك كتحسي بوجهك معلك، يعني البشره ما كتشربوش، ماشي داك فيتامين سي اللي كديريه وكتشربو البشره، ما عرفش كتحسي بوجهك معلك. ما عجبنيش انايا هذا. نقدر الريحه ديالو خبزه، لا ما عجبنيش هذا. راه شتو استعملت فيه حتى لهنا وحبستو صافي، غادي نرمي. ما عجبنيش هذا ديال اسكوباي ديال اوديناري زيرو، كما قلت لكم مزيت وها نتوما مزيت الريحه ديالو غير مرغوب فيها بلا ما تاخذوها البنات. ندوز معكم السيروم ديال فيتامين سي، هذا ديال باليا، هذا البنات سيروم تشريوش. واخا انا جربته كامل وكل شيء، ولكن لا ما ننصحكمش به، عيان بزاف البنات. بغيتو فيتامين سي ما تاخذوش هذا ديال باليا، خذوا اي ماركه واحده اخرى، هذا ديال باليا بلا ما تاخذوه، بلا ما نكثر عليه الهضره. العشق الممنوع هذا البنات ديال فيشي اللي فيه 89 مينيرال. وخسر البنات كترطيب البشره هذا فن فن فن، نصحكم به ونعاود نصحكم به ونعاود نصحكم به. السيروم غزال ما بيتيش حاجه، وكيجي خفيف على البشره وكيجي سائل، ما عرفتش باقي فيه شي حاجه ولا لا. شفتوا كما كيجي؟ كيجي هكا زوين البنات للترطيب. اصلا فاش كديريه هكا كديري به مساج لوجهك كيعطيك واحد الاحساس زوين ديال الترطيب. هذا نعاود ناخذه بطبيعه الحال، غادي نعاود ناخذه زوين كترطيب للبشره. المنتج الاخر ديال هياليرونيك اسيد ديال لوريال، هذا البنات زوين، الثمن ديالو تقريبا 20 اورو تقريبا ولا اكثر، يمكن اكثر البنات والله ما عقلت. المهم هذه يمكن حتى هي القرعه الثانيه ديالي. زوين هذا ديال هياليرونيك اسيد ديالهم، فيه 1.5% من هياليرونيك اسيد، كيعطي ترطيب للبشره زوين تحت المكياج. كما قلت لكم الترطيب اللي كيعطي ترطيب مؤقت، يعني ماشي كيعطي الترطيب ديما، ترطيب مؤقت. الا بغيتي ديري المكياج اولا بغيتي تحسي بالبشره ديالك مرطبه استعمليه، كيعطيك واحد جلو زوين ديال الترطيب. نشوفوا باقي شنو باقي كاين. فيتامين سي ديال هاد الشركه هادي الا كنتو عقلتو هدرت لكم عليه وقلت لكم زوين، وهو فعلا زوين لانه مسدود ما كيتاكسدش، هنايا غايبان لكم من برا كيتاكسد فيتامين سي. حاولوا هنايا شوفوا راه بقات فيه واحد شويه، الريحه ديالو زوينه شويه، كتشمي ريحه فيتامين سي، يعني كتشمي ريحه الحامض. قلت لكم زوين كفيتامين سي، كيعطيك جلو للوجه، كيعطي اشراقه للوجه. فاش كنت كنستعملو حسيت بان الكلف ديالي شويه خفاف. زوين فيتامين سي زوين. هاد الماركه هادي يمكن في اليابان ماشي في كوريا، هاد المنتج ديال اليابان اول، يعني ماشي اول، اشهر فيتامين سي كوريا هو، ماشي في كوريا، في اليابان اولا في اليابان هو هاد فيتامين سي. كلشي كيشكر فيه. داكشي اللي قلت لكم حيت مسدود ما كيدخلش ليه الهواء ما كيتاكسدش، فيتامين سي غير كيدخل ليه الهواء كيتاكسد. غندوز معكم باقي البنات غير السيرومات ديال العين، وغادي نحبس معكم في هذا الفيديو باش نكمل معكم مره واحده اخرى، نكمل لكم لي كريم اللي استعملت ديال الوجه وديال العين وبطبيعه الحال حتى واقي الشمس. ندوز معكم الاول منتج اللي غادي يبان لكم هكا كيداير. احقر حاجه فلوريال هو هذا، اخيب حاجه فلوريال هو هذا، السيروم ديال تحت العينين ديال لوريال ديال هاد المجموعه هذه ديال هياليرونيك اسيد. غيبان لكم هذا هو المشكل ديالها، كيقول لك استعملي هذا تحت عينيك ديري به السيروم، ومن مره لمره كيولي بحال هكا. فاش اون فوا يولي هكا السيروم غير يبان لك، لان السيروم في الاول كيجي بيض، غير يبان لك بدا كيصفر شويه لوحي الزبل. اصلا كان يعني السيروم شد في راسو، شوفوا كيفاش ولا. اخيب حاجه استعملوها لوريال اولا اخيب باكاجين داروا لوريال هو هذا. نقدر نقول لكم السيروم زوين غير هذا الباكاجين هذا اللي استعملوا معاه هاد العيبات، كديري تحت عينيك وتعاودي ديريه هكا وديري خيب. وماشي غير انا بوحدي يعني اللي نقول لكم وقع ليا هكا ولا وقع لي شي حاجه،
شفت بزاف ديال الفيديوهات هضروا على لوريال، يعني كنتفرج في الناس كيهضروا على المنتجات ديال العنايه بالبشره باش حتى انا نشوف اللي مزيان واللي ماشي مزيان. راه ديما كنقولها لكم بحالي بحالكم، حتى انا كنتعلم. فلقيت بزاف الناس كيتشكاو من نفس الحاجه، فهذا اخيب منتج او لا اخيب باكاجين درتو لوريال يمكن في حياتها. العشق الممنوع ديالي وهو هذا السيروم، هذا ديال اورديناري ديال الكافيين تحت العينين. هذا السيروم البنات ننصحكم به وعينيا مغمضين. هذا السيروم زوين، استعملت فيه شحال من قرعه، الناس اللي استعملوه كلشي كيشكروا فيه. فيه الكافيين، الكافيين شنو كدير البنات؟ كتفيقنا. فهذا فيه الكافيين لتحت العينين. سمعت الناس اللي كيقول لك كيحيد او ماشي كيحيد، كينقص من الهالات السوداء. ما نقدرش نكذب عليكم ونقول لكم انا ما عنديش الهالات السوداء، ولكن فاش كنت كنستعملوا دوك النفيخه اللي كتكون عندي او ديك النفخه اللي كتكون في الصباح ديال تحت العين، فاش كنت كنستعملوا زوين. هذا نعاود نشريه ونعاود نشريه، وهذه القنينه ديالي الثانيه وحبستو لانني باقي عندي السيروم ديال فيشي، يعني قلت غادي نجرب السيرومات اللي يعطوني ترطيب بحال ديال غيتونال، بما انني عندي هنايا شويه ديال تكمشات، شويه ديال تقدم العمر، وشويه كما قلت لكم انا الاغلبيه في الوقيته ديال الشمس كندير هكا وكنضحك بزاف، فعندي هنايا تكامش قبل من الوقت. فداكشي علاش حبست هذا ديال الكوفيين. من غير هكا البنات استعملوه راه زوين، كسيروم تحت العين زوين. وهنا البنات غادي نكون وصلت معكم الاخر ديال الفيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه. ما تنساوش طبيعه الحال تخليوا ليا جيم، وبسلام عليكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله. باي باي عليكم.